مراسلنا أحمد الشلفي. أحمد، كيف تبدو تقاطعات المشهد السياسي في صنعاء والوضع السائد الآن في منطقة أرحب؟ على ما يبدو هناك قصف من قبل الحرس الجمهوري لقرى في هذه المنطقة. نعم، المشهد اليمني يشهد تحولا نوعيا سواء اليوم او من قبل 6 أشهر، خاصه مع التدخلات التي يتحدث عنها المتظاهرون ب 17 محافظه يمنيه، وهذا ايضا تطور نوعي ان يكون اتهامات لدول اقليميه ودول جاره اليمن وايضا امريكا بانها تتدخل في الشان اليمني، فهذا طبعا جديد وهو يحفز الساحات كثيرا كما يقول الثوار هنا في ساحه صنعاء او في 16 محافظه يمنيه. التحول النوعي الحبيب الذي تحدثت عنه هو الذي يجري الآن في أرحب، وهو القصف الضاري والعنيف الذي حدث منذ أمس الليل، وذلك عندما قامت قوات الحرس الجمهوري الذي رأسه وهو الـ يعني القوات التي رأسها نجل الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، قامت بقصف هذه المناطق التي يقولون بأن فيها مسلحين بصواريخ كاتيوشا وأيضا بالقذائف والمدفعية، وكان بعض سكان أطراف العاصمة يسمعون هذه الصواريخ يعني حتى أطراف العاصمة صنعاء. المعسكرات هي 3 معسكرات، اللواء 61 و62 و63، وهي أهم القوات الحرس الجمهوري في اليمن ومن أهم المعسكرات التي تتبع القوات الموالية لصالح، وكان المسلحون الذين يتبعون القبائل قبل شهرين منعوهم من دخول العاصمة اليمنية صنعاء لمساندة صالح وقواته وأيضا نجل الرئيس صالح الذي يقود هذه المعسكرات، كانوا يريدون الدخول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. القبائل الموجودين هناك أشعروا بأن هذه القوات إنما ستدخل لتساند هؤلاء من يوصفون ببقاء النظام أو بالنظام العائلي كما يصفهم الثوار ليدخلوا إلى هذه المنطقة ربما لإشعال الحرب، ولذلك قاموا بمنعهم. الآن طبعا هناك الكثير من الضحايا خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 30 قتيل ومئات الجرحى، بالإضافة إلى تهدم منازل وأيضا سقوط ضحايا أيضا في هذه المنطقة، ولا أعتقد أن المعركة ستتوقف خلال الفترات القادمة، لأن القبائل المصممين على منع الحرس الجمهوري من الدخول، والحرس الجمهوري لا زال حتى هذه اللحظة يضرب من كل النواحي سواء من بيت دهرة أو من جبل الصنع أو من الجبال الأخرى المتمركز فيها حتى هذه اللحظة. شاهد شهود عيان في الأمس صباح اليوم في وقت متأخر طبعا مساء أمس وصباح اليوم، ألسنة اللهب تندلع من أو تطلع من مناطق كثيرة في منطقة جبل الصنع، وقالوا بأن أحد المعسكرات ربما انفجرت فيه ذخائر ومخزون من القذائف. إذا نحن أمام تحول نوعي، خاصة بعد ظهور الرئيس صالح. ربما أنا يعني أقارب الرئيس صالح شعروا بأن ظهور الرئيس اليمني قد يشكل لهم شيء معين، فبدأوا طبعا بالقتال الضاري من قبل الحرس الجمهوري سواء في منطقة أرحب على بعد 30 كيلومتر من صنعاء أو في منطقة نهم القريبة منها والتي منع أيضا القبائل الحرس الجمهوري من الخروج منها، أو حتى في محافظة تعز وهي المحافظة التي تشهد أيضا قصف عنيف وقتل فيها خلال الأيام القادمة الماضية الكثير من القتلى والجرحى بسبب هذا القصف من قبل قوات الحرس الجمهوري. شكرا لك أحمد الشلفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. حذر الرئيس اللبناني ميشيل سليمان إسرائيل من اتخاذ أي قرارات بشأن الحدود البحرية تخالف القوانين الدولية، وأكد